السلام عليكم ورحمة الله يا أخوان، معكم أحمد من استثمر عقلك. اليوم ما بدي أقول استراتيجي، ولكن رح أشرح بعض صفقاتي لحتى يكون عندكم معرفة واطلاع كيف ممكن أنا أشتغل. طبعا اليوم رح أشتغل بنظام البيسك مع الديلي بايس، دمج المفاهيم مع بعض وكيف دخلت صفقاتي بكل سلاسة وبساطة. أوكي، خلونا نسمي بالله، بسم الله، ونبلش من الديلي. طبعا بما انه اليوم لسه السوق مسكر، فهذا اليوم اخر يوم اشتغلنا فيه الجمعة، ونشوف الخميس شو صار. لاحظوا يا شباب، بالنسبة للديلي بايس عندي، شوف السعر سحب عندي سيولة الشمعة التي تسبقه يعني، اوكي، ثم اغلق بشكل عنيف للاسفل. يعني مثل عم بيقول لي ترى انا نازل، اوكي، انا رح انهار، اوكي، ثم نزلت للفريم الساعة لشوف شو صار. شوف يا اخوان، نزول قوي جدا صار، والسعر لساته هون بهي المنطقة يعني، هون هون الافتتاح. تمام يا اخوان، ثم شوف عنا لو اخذنا بريميوم وديسكاونت. بهي الحالات لما يكون في زخم قوي باخذ بريميوم وديسكاونت، اوكي، وفوق منطقة الـ50 ببحث على مناطق ممكن بيع منها. هلا فوق الـ50 هون اول اوردر عندي بهي المنطقة. تمام يا اخوان، هذا اوردر عندي. كذلك الامر عندي اوردر متداخل مع هاي المنطقة هون بهذا الشكل، هذا الاوردر ممكن استخدم فيه وبيع منه ان شاء الله. اوكي، فبعد ما صارت الحالة بدي السعر ياخذ لي سيولة المناطق، على الاقل سيولة اسيا او سيولة لندن، ويدخل معي بجلسة نيويورك الساعة 9:30 ان شاء الله. تمام، هون 9:30، تمام، او العشرة يفضل يعني، معنا لل15 ساعة بالنسبة للنازلك، ما عندي اي مشكلة. ثم نزلنا لفريم ال 1 مينيت للدقيقة، نشوف شو صار عندنا. شوفوا يا اخوان، طبعا هون ما في ديسبليسمنت، ثم هون صار عندي كسر بديسبليسمنت. تعالوا نشوف هون السعر صعد ثم كسر بهي المنطقة، اعطاني ديسبليسمنت خفيف جدا يعني، انا صراحة ما بعتد فيه يعني. لو انت دخلت هون ما عندك مشكلة يعني، دخولك هون ستوبك اعلى الفير فاليو جاب، شمت الفير فاليو جاب، بتاخذ منها 2-1، ما عندك اي مشكله. طيب الدخول الثاني عندي بهي المنطقه، خلينا نشوف هون. صار عندي في كسر، تمام، شوف كان الكسر ضعيف، ثم شفنا السعر انهار انهيار قوي، اكمل كسر هاي المنطقه هون، لازم تكون مرن مع السعر انت، وسبب ديسبليسمنت جدا قوي. تمام، هلا في حالات الليكويديتي فويد انه بناخذ منتصف الليكويديتي فويد، والسعر شوفوا يا اخوان هاي الشمعة اللي كونت اخر شمعة، باخذ المتداخلة معها. تمام، فهي المتداخلة معها حطيت بهذا الشكل، ثم السعر 2-1 بلش خفف انا، او ممكن اخرج من الصفقة، وبلش شوف وين عندي اهداف. هاي نهاية الليكويديتي فويد الموجودة هون، ممكن اخذها كهدف فيها تقريبا يعني 9 ار ار، او اذا مخاطر 1% 9% من حسابك، ما عندك مشكلة. ثم السعر هون خلاص اغلق معي، فافضل ما اشتغل بعد ال 12 اذا انا محقق ربح. طب ماني محقق ربح، عندك ما في مشكلة. تمام، هي صار عندي هون مارك شيف، هي فير فاليو جاب. تمام يا اخوان، ثم هي دخولي، ثم عادي انا فيني اخذ السعر اللي بدي اياه، ممكن هي اخر سيولة متواجدة عندي. حبيت اشرح لكم بشكل مبسط كيف دخلت استراتيجية دخول الاي سي تي. كان معكم احمد، والسلام عليكم ورحمة الله.